باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه. وفي رواية لمسلم: ومسح بناصيته وعلى العمامة. ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين. ومسح عليهما صلى الله عليه وسلم. توارى أي استتر. الإداوة إناء صغير من جلد. جبة ما قطع من الثياب وخيط. أهويت أي ملت.